طاب مساءكم مشاهدي متابعي قناة المدى الفضائية في كل مكان، أحلى تحية وأجمل ترحيب، وأنا أجدد لقائي بكم عبر حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي الرمضاني تايم أوت، وفي حلقته التاسعة. بداية رحبوا معي بضيفة هذه الحلقة الدكتورة عذراء عبد الأمير، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الرياضة. مساء الخير ورمضان مبارك عليك دكتور. مساء النور، رمضان كريم عليك وعلى كل العراقيين يا ربي. شكرا جزيلا دكتورة، وأيضا أرحب بضيوفنا وضيوفك، ضيوف الشرف اللي هم الأستاذ فائز مخلف زوج الدكتورة عذراء. مساء الخير ورمضان مبارك عليك. مساء النور دكتور، أهلا وسهلا، بارك الله بيكم، شكرا جزيلا على هذا البرنامج القيم اللي يظهر أجواء بغداد و نعيش في أجواء بغداد وفي مطعم اسمه أجواء بغداد، بارك الله بكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أستاذ فائز. أيضا رحبوا معي بالدكتورة هدى إبراهيم، الأستاذة في كلية التربية جامعة بغداد. مساء الخير ورمضان مبارك عليك. مساء النور وشكرا لهذه الاستضافة، ويا ربي بالمناسبة نهني العالم الإسلامي والعراق والمسلمين برمضان الكريم، ويا رب إن شاء الله يتقبل الطاعات ويقبل كل الأمنيات الحلوة، وشكرا لفضائيتكم اللي استضافتنا. شكرا جزيلا لك دكتورة هدى. أيضا رحبوا معي بضيف الدكتورة عذراء وضيفنا أيضا الأستاذ محمد عدنان التدريسي في معهد الفنون الجميلة للبنات وأيضا في مدرسة الموسيقى والباليه. مساء الخير ورمضان مبارك عليك. يا أهلا وسهلا يا دكتور، يا مساء النور. أولا أشكر الدكتورة على هذه الدعوة الجميلة، وأحب أن العالم الإسلامي قدوم شهر الخير والبركة، وإن شاء الله يعم الأمن والأمان على العراق الحبيب. شكرا جزيلا لك دكتورة. يمكن اليوم يعني استضافتنا لك بمناسبة عزيزة اللي هي يعني عيد ميلاد حضرتك، وأيضا عيد ميلاد الأخ محمد، الأستاذ محمد عدنان، فلذلك يعني احنا شاكرين دعوتك الى للبرنامج، لانه راح يضفي جو حقيقه رمضاني وايضا جو من البهجه من خلال عزفه، ايضا كون ايضا عضو في الفرقه السيمفونيه كما اعتقد. ارحب بالجميع. ابدا دكتوره حديثي معك عن رمضان ما بين الماضي والحاضر، رمضان العائله، كيف تقضين رمضان، الاكلات المفضله، العادات المفضله في رمضان تختلف عن الأشهر الباقية، تفضلي.
بداية شكرا جزيلا لحضرتك دكتور على هذا برنامجك، وأشكر هذه الفرصة اللي يعني خليت لي هاي الفرصة اللي انه التقيت وانجمعت بضيوفي. الحقيقة هم يعني عزيزين علي كثير. دكتورة هدى اللي هي كانت مدربتي من الصغر من عمر 6 سنوات وهي تدربني بالجمناستيك، وإضافة إلى ما شاء الله طول العمر وأيضا زامنتني حتى في الكلية، دراسة الكلية أيضا كانت أستاذتي، كانت دكتورة ولحد الآن هي في كلية التربية الرياضية. وإضافة لأنه أشكر يعني الأخ الأستاذ محمد اللي إحنا كنا ناويين اليوم لأن اثنين عيد ميلادنا بنفس اليوم، فحب أنه حبينا أنه نحتفل. شكرا جزيلا لك. أنا أشكر الحقيقة رمضان يعني أكيد إلى أجواء خاصة. أنا بالنسبة لي يعني رمضان إلى نكهة خاصة لأنه أعمالي الخيرية تكون بي أكثر يعني من باقي السنة. صح أكو عندنا، لكن في رمضان أنا أهيئ لها بأنه للأعمال مشاريع أخلي أكثر من مشروع يكون في رمضان حتى نقوم به. لذلك أنا كلش أفرح به يعني، هذا من جهة. من جهة ثانية بالبيت أكيد الأكلات، لأنه طول السنة أنا مشغولة بالدوام فمحرومين من الأكلات الطيبة اللي نسويها، فهاي فرصة أنه نسوي لهم إياه في رمضان. مثل شنو أكثر شيء يعني تسويه خلال رمضان أكثر من بقية الأشهر؟ والله هنا أنا هو زوجي موجود لهذا، حرمتهم من الدولمة البارحة سويت لهم الدولمة. خلنا سئلة الأستاذ فاز. أستاذ فاز، أكيد أكو طقوس معينة الإنسان أيضا في رمضان يعني عجبه يأكل أشياء ممكن بالأشهر اللي قبل رمضان ما تجي على باله؟ يعني أولا دكتور، بالنسبة للدكتورة عذراء هي مو فقط أكاديمية ولا رياضية فقط اللي أنتم تعرفونها، وإنما هي ربة بيت بامتياز، فأحنا نفرح برمضان لأن تسوي لنا أكلات خاصة. طبعا رمضان الأكلة المميزة هي الشوربة، شوربة العدس. بالنسبة لي بس هي تسويها بنكهة خاصة بعمل خاص. أيضا الأكلات اللي تسويها إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى كونها هي متميزة في الطبخ، فما يدخل بيتنا الأكلات من الأسواق إلا من النادر عندما نكون يعني مشغولين جدا، أما بقية الأيام فهي تقوم بواجبات الطبخ ولذلك هي متميزة في الطبخ. ففي كل أنواع شغلة الدولمة بالأيام القليلة، لكن في رمضان اللح عليها أن نسوي لنا إياها. يعني متنعمين إن شاء الله رمضان كريم علينا في هذه الأمور. دكتورة هدى أيضا أكيد يعني عادات وطقوس خاصة في شهر رمضان. أكيد شهر رمضان يعني شهر متميز عن بقية السنين، وإحنا أكاديميين مثل ما قال الدكتور عذراء مشغولين دائما، لكن إحنا بنفس الوقت ربات بيوت من الطراز الأول. يعني الحمد لله برمضان اللي يميز رمضان إنه دائما دعوات الأهل الأصدقاء الأخوة، نكون يعني كل يوم في بيت معين، ولو يعني في يعني هذه الأيام يعني أصبحت قليلة. صلة الرحم أكثر في رمضان. أكيد صلة الرحم، بس يعني مو مثل قبل، يعني قبل 15 سنة قبل الأحداث الأخيرة نشوف هسه قلت هاي الشغلات. قبل كانت أكثر، التواصل أكثر، التجمع أكثر، فبس مع هذا إحنا يعني لحد الآن الحمد لله والشكر بعدنا بالعشرة الأولى من رمضان، يعني قدرنا أكثر من مرة نلتقي يعني بالبيت الأهل الأصدقاء، يعني كنا إفطار رمضاني مميز لأنه يعني شهر خير وبركة. إن شاء الله يا رب يعم الخير والبركة على الجميع. أستاذ محمد إحنا شوية راح نستغلك اليوم، يعني ما راح نخليك تحكي، راح نخليك تعزف شوية، فيا ريت يعني اولا فد مقطوعه بسيطه تكون مبهجه، يعني عزفت لنا اول شيء عزف خاص بشهر رمضان، ناخذ مقطوعه مبهجه شويه خصوصا انه عيد ميلادك وعيد ميلاد الدكتوره. Thank you.
شكرا جزيلا لك دكتورة. راح نشاهد مادة صورية يعني هي بها ملخص بسيط عن حياة الدكتورة عذراء حتى نسبر الأغوار الحياة الاجتماعية المهنية للدكتورة عذراء. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع جزء يسير من حياة الدكتورة عذراء عبر هذا التقرير. عذراء عبد الأمير ولدت في محافظة بابل وأكملت فيها دراستها الجامعية بكلية التربية الرياضية لتعين تدريسية في الكلية ذاتها عام 92، ثم شغلت العديد من المناصب أهمها مسؤول الوحدة الرياضية في كلية العلوم للبنات جامعة بغداد سنة 97، وعضو لجنة المتابعة في الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية عام 2005، وكذلك تدريسية في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد لغاية عام 2007، ومستشار لجنة الشباب والرياضة النيابية في العام ذاته، وأخيرا مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الشباب والرياضة. مارست الرياضة منذ نعومة أظفارها، فكانت بداياتها من الجمناستيك وهي في سن 5، إذ استسقت عشق الرياضة وهوسها من عائلتها الرياضية المؤلفة من 3 أشقاء كانوا في الفريق نفسه. حصلت على بطولة العراق عام 78 و900 و1000 لتدخل المنتخب الوطني من أوسع أبوابه، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة نجاحاتها على الصعيد الدراسي، فتمكنت من الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بغداد. دخلت مجال الإدارة عبر نادي الشرطة، إلا أنها لم تستمر طويلا لتعلن استقالتها من العمل في هيئته الإدارية معربة عن استيائها وعدم قدرتها على التواصل في ظل التقاطعات والمشاكل التي عصفت بالبيت الشرطاوي. وسط حالة الفوضى وضجيج المسؤولين لمع كثيرا نجم الدكتورة عذراء عبد الأمير بإنسانيتها البالغة وتواضعها الكبير، فهي دائما ما تكون في مقدمة الأعمال الخيرية لتؤكد أن الأصالة صفة لا تزال قائمة لدى الإنسان العراقي. لبرنامج تايم أوت محمد الخفاجي. إذن مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير اللي استعرضنا بشيء بسيط من حياة الدكتورة عذراء أتوجه بالسؤال دكتورة، يعني بداية كرياضية يمكن دكتورة هدى اكتشفت موهبتك وصقلت هذه الموهبة. نعرف أنه الجمناستيك لعمر معين والإنسان يتوقف به، من الممكن سلوك تدريب أو أمور أخرى لكنه أو الإدارة، لكنه ابتعدتي أنت لمجال أكاديمي، والآن نشاهد أن الدكتورة عذراء معروفة بأعمالها الخيرية وكمستشارة لرئيس مجلس النواب أكثر مما هي رياضية. نتحدث عن هذه التفاصيل. نعم، الحقيقة هو أني ابتعدت فقط لفترة دراسة الكلية، لأنه أنا تركت بالإعدادية أنه تركت الجمناستيك كلاعبة، فمجرد أيضا دخلت إلى كلية التربية الرياضية فبقيت أنا يعني بمجال الرياضي حقيقة. بعد ذلك مثل ما تفضلت أنه توجهت أنه بقيت بالجانب الأكاديمي حقيقة، كان تعييني لأنه تعينت أيضا في كنت أدرس جمناستيك في جامعة بابل بعد الكلية. أنا كنت أدرس جمناستيك في أول ما تأسست كلية التربية الرياضية بجامعة بابل. أي سنة بالضبط؟ عام 92. نعم. 92-93 أول ما تخرجت. أي سنة تركتي الجمناستيك نهائيا يعني كلاعبة؟ يعني أنا من بالخامس إعدادي. خامس إعدادي. خامس إعدادي. نعم، يعني بعمر تقريبا 17 سنة. أي نعم، نعم. بالضبط. نعم. فيعني ما عفت الرياضة، أنه أيضا كملت بالكلية، أيضا كانت تعرف دكتورة هدى أنه حتى بالكلية كانت الاستعراضات اللي تصير للجمناستيك. شلون التقيتي دكتورة هدى؟ بالكلية. لا شلون التقيتي يعني؟ إحنا من كنا لاعبين في محافظة بابل، إحنا نعم. كنا بابل. كان في العمر 8 سنوات إلى 9 سنوات كنا تقريبا، فهي كانت مدربة من بغداد، جت إلى محافظة بابل حتى تدربنا الحركات الإيقاعية لفريق محافظة بابل. وأكيد بذاك الزمن يمكن دكتورة، العفو اسمحي لي أسألها، يمكن بذاك الوقت يمكن الوضعية وضعية المجتمع أفضل من الحاضر، ساعدت يمكن أكيد. هذا الأمر. أنا أول تعييني أنا كنت من الأوائل، طلعت الأولى على يعني على كلية التربية الرياضية في وقتها، فتخرجت تعينت أول تعيين في بابل في المحاويل،
فمدير النشاط الرياضي بوقت هدز علي فقال لي اريدك، يعني عرف انه انا جمناستيك، فقال لي الفريق منتخب تريلة بابل انه ادربه البنات، فكانت عذراء من ضمنها واختها كانت ايضا رحاب وبنات اخريات، فبوقتها التزمتهم دربتهم، وفي وقتها كان يعني اخذني الاول بالتربيات على القطر، يعني كانوا لاعبات متميزات. ايضا في ذاك الزمن رياضه المحافظات كانت مزدهره وكثير يعني من الابطال خرجوا من المحافظات. اكيد هو كان المنتخب الوطني ترفد المحافظات، يعني هو مو كله من بغداد حقيقه. فكانت الدكتوره هدى انه تدرب الحركات الايقاعيه، وانما احنا يعني الجمناستيك للاجهزه، لكن كانت تدربنا الحركات الايقاعيه. فبعد ذلك كانت علاقتنا صارت عائليه اكثر، يعني تزور إلى البيت، وإذا نجي إلى بغداد إحنا يعني كانت تعتبرنا مثل أولادها حقيقة. ترتيبك بين أفراد العائلة كان بالوسط، إحنا تسعة يعني عندنا الله يخليك، لكن اللي كنا كلاعبين بالمنتخب إحنا ثلاث أخوات وأخ إلي، إحنا أربعة كنا. كنا العائلة الثانية بعد عائلة سكران، هذه حقيقة تقال، يعني أكيد عائلة سكران ما لا يعلى عليها. أوجه لهم ألف تحية للأعضاء لحد الآن، هم يزاولون لعبة الجمناستيك بالتدريب ولا الأحفاد والأولاد والأحفاد والأحفاد نعم. أيضا نعم. فبعد ما أجيت للكلية كانت الدكتورة هدى هي أيضا أستاذة في التربية الرياضية، فاستمرينا تخرجت أنهم، فما يعني ابتعدت كثير أنه عن بقيت أنه صح أن مو تدريب، ما مارست التدريب، لكن اتجهت إلى الاتجاه الأكاديمي، كنت أدرس الرياضة الجمناستيك بالتربية الرياضية بابل. بعد ذلك تحولت إلى أنه كنت مسؤولة نشاط رياضي في التربية بنات بجامعة بغداد، وأيضا كنت مسؤولة نشاط رياضي في العلوم بنات. بعد ذلك أخذت الماجستير بالجامعة بغداد تربية الرياضية، تعينت في التربية الرياضية، كنت نعم بعد الماجستير أيضا درست جمناستيك، يعني كنت أدرس الجمناستيك بالكلية. كنت تأدين الحركات وأنت تدرسين؟ أكيد دكتورة هدى تعرف يعني كانوا حتى باقي المدرسات من يريدون مثلا أكو حركات صعبة فأجي أنا أدي لهم إياها، يعني حتى من كنت طالبة كانوا يستعينون بي التدريسيات بأنه أؤدي الحركة أمام الطالبات، خاصة إذا الحركات الصعبة أو إذا على الأجهزة الصعبة على العارض التوازن أو على المتوازي، فأني كنت الحق للاختبار التجربة اللي أؤديها أمامهم. الحمد لله يعني بتفوق يعني واخذت الدكتوراه، وبعد ذلك تحولت الى مجلس النواب. راح نجي على هذه المرحله حقيقه اللي هي مرحله ما بعد الرياضه، الدخول في المجال الاداري وايضا على المجال الاكاديمي، وايضا نتكلم مع الاستاذ فائز، لكن خلينا ناخذ فاصل قصير ونعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. حياكم من جديد بعد هذا الفاصل القصير، نواصل حديثنا مع ضيف الحلقة الدكتورة عذراء عبد الأمير. دكتورة، الملاحظ أنه الدكتورة عذراء اكتسبت يعني شهرة من خلال دخولها إلى مجلس النواب كمستشارة، وأيضا أعمال إنسانية من خلال منظمات المجتمع المدني أكثر مما كانت عليه كرياضية. نتحدث أيضا عن هذا الأمر، مسألة الدخول في مجلس النواب كمستشار لشؤون الرياضة أولا، وأيضا الأعمال الخيرية اللي حضرتك تقومين بها. الحقيقة هو مو يعني الشهرة أنه اكتسبت من هالعمل. أنا كوسط نعم. معرفتي بالدكتورة عذراء أكثر من السابق كرياضي. نعم، هذا المجال فسح لي بأنه يكون عملنا يتوسع، يعني حقيقة صارت عندنا يعني صلاحيات أكبر، ممكن أنه بدل ما أنه كنا منطوين على اتحاد واحد صار تعاملنا مع كل الاتحادات، مع كل الأندية الرياضية، إضافة إلى أنه استثمرت وجود ومكاني عملي في مجلس النواب بتسهيل الأمور للرياضيين للاتحادات، هذا اللي ساعد على أنه يعني أكثر يمكن شهرة مثل ما حضرتك تقول، أو يعني تداول الاسم بين العلاقات أكثر. إعلام أيضا، وأيضا هي مو بس بين الأوساط الرياضية حقيقة، يعني أنا
حليت أنه عملنا أيضا تسهيل أمر الناس الآخرين بأي مجال اللي ممكن نساعدهم، نوصل أصواتهم إلى مجلس النواب، إلى اللجان، إلى الوزارات الأخرى قدر الإمكان. يعني خليت هذا العمل بأنه يكون إنساني أيضا. أكو كثير من الناس ما يقدرون يوصلون إلى أماكن معينة، فكنت يعني حبيت أنه أكون حلقة وصل وتسهيل لأمور الآخرين حقيقة. إضافة إلى أنه بمجال عملي كالرياضة حاولت أنه بهاي المرحلة أسوي فدمج بين الوضع الحالي اللي إحنا دايعيشه العراق وبين الرياضة، بأنه يكون إلى رسالة أخرى الرياضة عندنا. فأخذتها بأنه الرياضة تكون إلها رسالة سلام في الوقت الحالي عندنا بالعراق للظروف اللي دايعيشه. الرياضيين شفتهم أنه هو الرياضي بكل دول العالم هو سفير سلام. واجهت صعوبات والله وسط مجتمع ذكوري حقيقة؟ أبداً أبداً أبداً، يعني الحمد لله. كل ما دا يعني أمشي خطوات دا أشوف الناس أنه دا تساعدني، يمكن تتآزرني خطوة كلش كبير معك. يعني وقوفة إلى كبير. جانبي سهل. أنا أول مرة حقيقة يعني بصدق أريده هو يتكلم، يعني دائما اشوفه مرافق للدكتوره عذراء في جميع الاعمال الخيريه. يعني الحقيقه من مشينا في خطوه واحده، كوني انا احب الاعمال الانسانيه وهي تحب ايضا الاعمال الانسانيه، ونشوف انه هاي الاعمال الانسانيه تقربنا الى الله سبحانه وتعالى، وايضا نقدم خدمه انسانيه للناس. فنفس الذبه الحمد لله نسير في خطوه واحده، ولذلك يعني ادعمها كل الدعم من اجل انه يعني هي تحب هذا العمل، فاني نذرت نفسي انه ادعمها في هذا المشوار من اجل تحقيق رغباتها اولا، وثانيا استفيد منها كقربة الى الله سبحانه وتعالى من خلال الاعمال الانسانيه اللي تقوم بها. نعم. هذا الدافع. لك علاقه بالرياضه سابقا؟ حقيقه انا ما لي علاقه بالرياضه، اني انسان مهندس عملي يعني تنفيذي، وايضا عسكر سابقا في الجيش العراقي السابق. حب للرياضه هذا، لكن هي حببتني الرياضه من خلال حبها في لكل شيء. وشفت الوسط الرياضي انت رغم كل الهنات، رغم كل يعني اللي ما موجود به، رغم التغييرات الكبيره اللي صارت بالوسط الرياضي الان، الوسط الرياضي يعني بصدق انا اتكلم كان أنقى من الوضع الحالي أو الوسط الرياضي الحالي، لكنه رغم كل شيء هو المتنفس يعني الوحيد يعني تقريبا صار للشعب العراقي. أكيد يعني الرياضة هي الشيء الجامع بين العراقيين، احنا نشوفها الرياضة، لأن الكل يحب الرياضة، وخاصة عندما نشوف مثل الفريق العراقي في كرة القدم يلعب برا خارج العراق ويكسب الفوز، نشوف أنه الكل المجتمع العراقي يخرج ويفرح وتحس هو الجامع. فالرياضة هي عامل جامع، أيضا هي ماخذة هذا الجانب كقضية إنسانية، ماخذته كبرنامج الرياضة رسالة سلام، فتأخذ عدد كبير من الرياضيين، وخلتني أيضا أني أتعرف عليهم سواء في كرة القدم أو الألعاب الفردية، كل الرياضيات يعني عدنان طعيس أو العدال تأخذهم كلهم معها من أجل يعني إيصال هذه الرسالة وجعل الرياضة رسالة سلام للمجتمع العراقي. أنا أسأل أيضا أستاذ محمد، المرة الأولى اللي تعرفت بها على دكتورة عذراء أكيد خلال نشاط، نتحدث عن هذا الأمر تحديدا. الدكتورة عذراء من الجمهور الفرقة السيمفونية، بكل كونسرت الحفل للفرقة السيمفونية هي دائما يعني تنورنا. فأتعرفت عليها بالفرقة السيمفونية، ويعني إضافة صارت على الفيسبوك، نعم، وأدعيتها للحفل السنوي لمعهد الفنون الجميلة وأجتني أيضا. فيعني من هذا هو بالأساس من الحفلات الفرقة السيمفونية شوية شوية يعني علاقتي بيها قوية. هاي وحدة وياك. نعم. إذا أنت ناسي أول مرة أنا أقول لك. ذكرينا. أول زيارة. نعم. في مدرسة الموسيقى والبالية كنت زايرة أنا مدرسة الموسيقى والبالية، وكنت أنت وطلابك العام يعني العام قبل 3 سنوات،
كنت انت والطلاب اول ما صرت في نادي الشرطه حقيقه. حبيت ادخل شيء جديد للرياضه بالانديه، انديتنا العراقيه، حبيت اسوي فريق للمشجعات، مشجعات لفرق نادي الشرطه. فرحت زرت مدرسه الموسيقى والباليه حتى اختار عدد من اللاعبات البنات اللي هن من الموسيقى والباليه حتى اسوي فريق للمشجعات. نعم. يزامنون فرق السله والطائره اللي بالمغلقه يعني. يعني في خضم هذا الظرف اكو يعني مثل هذا التفكير ومثل هذا الطموح. وسوينا ورحت يعني بديت بهذا المشوار. وحقيقه اول ما رحت انا شفت استاذ محمد هو وفريقه دي دربهم وبقينا نستمع لهم وكان مدير المدرسه معانا ودخلت استمعت له. عقوبه لك تعزف صح اليوم صح عقوبه لك تعزف كبرنا فحقيقه كانت فكره كلش يعني استهوتني، لان احنا كل الدول العربيه احنا ما عندنا فريق مشجعات، ما عندهم فرق مشجعات. دخلت على مواقع بانه للفرق المشجعات وكيف عملهم، اتفقت مع مدربات اللي يدربون خاصة مدربات كانت ست إيمان، أوجهها لتحية دكتورة إيمان زوجة دكتور عامر سكران، أيضا هي مدربة للجمناستيك. حتى تكلمت خطوة رائدة والله لو تكلمت مع رئيس اتحاد السلة، قلت له كانت في نهائيات اللي على أساس أنه بنادي الشرطة وهذا، فقلت له أريد بالفاصل الوسطي بداية هذا الدوري أجيب الفريق، فكلش حبها. وقلت له أنه نجيب موسيقى ونخلي المعزوفة ويطلع عن اللاعبات الهاي، بس الأوضاع اللي صارت بنادي الشرطة حقيقة حالة دون تحقيقها. راح نتكلم عنها، خلينا نسمع أستاذ محمد يعزف لنا. هاي عقوبة ترى. يعني الليلة حلوة ومروا علينا مروا عليها حلوين. تسلم لنا دكتورة. نجي على مرحلة مهمة أو مفصل مهم في حياة دكتورة عذراء، دخولها للعمل الإداري في نادي الشرطة. فجأة يعني شاهدنا أنه دخول الدكتورة إلى نادي الشرطة كعضو هيئة إدارية، لكنه أيضا فجأة استقالت. فكثير من الأمور يعني أثيرت حول هذه الاستقالة وأيضا حول مسألة وجودك في نادي الشرطة كعضو هيئة إدارية. حقيقة هو دخولي بالنادي يعني أنا ما كنت سابقا في أي نادي من الأندية، لكن قبل أن تصير الانتخابات حتى في نادي الشرطة ما كانت عندي أنه نية أنه في الدخول. لكن قبل الانتخابات ثلاث أربعة أيام أنه طرح علي بأنه أدخل إلى النادي، حقيقة ما ترددت بنادي الشرطة، لأن نادي الشرطة هو النادي الوحيد اللي أنا لعبت له بالصغر. أنا كنت لاعبة نادي قوى الأمن الداخلي بالثمانينات، فحبيت أنه أرد هذا الدين للنادي بأنه أوظف كل الخبرات اللي اكتسبتها سواء من الناحية الإدارية أو من الرياضية، بأنه أسوي أكون فرق نسوية، أفيدهم من الناحية الخاصة. أنه أنا الدكتوراه مالتي يعني كانت أول أطروحة الدكتوراه بالعراق بالتسويق والاستثمار بالأندية الرياضية، فحبيت أطبق هذا الشيء ونسوي الاستثمار، نبدي بخطوات أنه قلت نبدي بنادي الشرطة ممكن نطبق بالاستثمار به. فما ترددت حقيقة، لكن أنا ما كنت متبحرة بموضوع نادي الشرطة والخلافات من الإدارات السابقة والهذا،
أخذتها بحال صدر ودخلت. حقيقة أنا بالنسبة لي ما صارت مشاكل، يعني ولا حد ما أنه أنا استقالت، كل أعضاء الهيئة الإدارية يعني كل الاحترام بيني وبينهم، من رئيس النادي أو كل الأعضاء الهيئة، لكن أنا من شفت الأمور أخذت منع غير منحة. الأجواء ضبابية يعني ترسبات الماضي يمكن؟ لا مو قصة ترسبات ماضي، بس صارت تدخلات بأنه بالنادي بالمفصل الرياضي بالنادي تحديدا، يعني يعني وزارة الداخلية صارت تدخل بالهيئة الإدارية، صارت ضغوطات على أعضاء الهيئة الإدارية اللي هم كلهم منتسبين بالداخلية ما يقدرون يقولون لا. يعني شنو مثلاً نوع الضغوطات؟ يعني حقيقة أنا ما تدخلت أكثر، بس شفتهم أنه فجأة الأعضاء قدموا قالوا إحنا نريد استقالة فجأة، يعني خلال إحنا ذهبنا ببطولة بدون أي سبب، بدون قبل ساعات. أنه تهم فساد وما إلى غير ذلك. والله يا دكتور موفق، إحنا طلعت وصارت الأمور من الماضي، لكن كلها يعني مثل ما نقول نريد نقول فبركة أو شيء أنه حتى تبرير لهذا الأمر، وإلا ما كانت بالأيام الأخيرة عدد من الأعضاء ذبوا استقالتهم ورجعوا ورادوا يسحبون استقالاتهم. فصارت أكو ضغوطات، هم أقوى من عندهم، فأني قدرت هذا الأمر بأنه ما قدروا يعني ما يقدرون يواجهون هذا الأمر. فقلت أني أستقيل أفضل مما أنه أبقى بين هاي الصراعات والأوضاع. الاستقالة جاءت في صالح الدكتورة عذراء أم لا؟ بالنسبة إلي أنا يعني أشوفها، أنا حتى يمكن هاي الهيئة الإدارية الجديدة يمكن كانوا راغبين أنه لو باقية أنه أبقى معاهم، لكن حقيقة أنا لا، بعد ما أحب أنه أعمل بمجال شفت أكو تدخلات بالعمل. إحنا إذا العمل الإداري إذا ما يكون مستقل بعيد عن أي تدخلات فما أتصور يكون نجاح بالعمل. طيب دكتورة، راح نشاهد مادة صورية أخرى عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي وجهت لضيفة الحلقة، ثم نعود أيضا لتجيبي ونكمل الحوار. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع هذه الفقرة. أنا سؤالي للدكتورة عذراء، مع يعني حفظ كل الاحترام للدكتور سليم الجبوري اللي أيضا تربطنا بعلاقة صداقة طيبة، متى يكلف نفسه الدكتور سليم الجبوري بالحضور إلى هذه المناسبات دون أن يرسل نيابة عنه؟ لم يحضر أي مناسبة رياضية الدكتور سليم الجبوري لحد الآن. أحب أوجه له هذا السؤال، هي حقيقة ثلاثة أسئلة. سر تقديم استقالتها من نادي شرطة، وهي طبعا من الشخصيات الرياضية اللي المحبوبة والمتميزة جدا، فأتمنى أن نعرف ما هو سر النشاط الكبير اللي تتمتع به الدكتورة. حقيقة يعني السؤال الثالث اللي هو يتعلق أنه نتمنى أنه نشوف نشاطات جديدة لمجلس النواب. سؤال يدور على أذهان جميع المسؤولين والقائمين على الرياضة العراقية، موجه إلى دكتورة عذراء الأمير كونها هي مستشارة رئيس مجلس النواب، ما هي خطتك لدعم الرياضة العراقية؟ إذن مشاهدينا الكرام، بعد فاصل ومجموعة من الأسئلة أعود لضيفتي العزيزة الدكتورة عذراء عبد الأمير. نبدأ مع السؤال الأول اللي هو جزائر السهلانية. الحقيقة بداية أوجه كل التقدير والاحترام إلى كل الأساتذة والأخوة، تحياتي لهم. بالنسبة للأستاذ الأخ جزائر السهلاني، متى يكلف نفسه الدكتور سليم؟ يقول هو متى كلف نفسه رئيس الجمهورية أو فخامة رئيس الوزراء للحضور. حقيقة المشاغل اللي تدور بالبلد وال يعني مفاصل عديدة حقيقة، على اطلاع، هو على اطلاع يعني بكل شيء، على اطلاع بكل الأمور. وأنا يعني ماكو زيارة أنه نروحها إذا ما مسبقا أكو تقرير وأقدمه إلى سيادته ونقول له بأنه أكو هيك شيء مفصل، وتكون الموافقة منه أو هو بتكليف يجي بالكتاب بأنه يكلف إذا هو ما يحضر. الحقيقة هو اللي النشاطات اللي داخل مجلس النواب كلها هو اللي يحضرها، لكن الخارجية لذلك هم يخلون مستشارين أو نيابة عنهم إذا تكون أكو ظروف عندهم،
فأكيد يعني يخلينا نروح بدلا عنه. بالنسبة للأستاذ سر النادي الشرطة تكلمنا عنه حقيقة، سر النشاط يمكن أنه أقول حبي لعملي. أنا أحب يعني العمل اللي أقوم به، إذا ما تكون عندي حب ورغبة بأن أدي ما أسوي لهذا العمل. طبعاً الأول والأخير هو لولا دعمه إلي، بس إحنا بالعمل حقيقة يعني هو منطيني كل الحرية، ما إحنا ما حد يتدخل بعمل الآخر. فحتى خلال العمل إذا الزيارات إذا الهاي يعني كثير من الأمور أنه مجرد أنطي خبر أني راح أتأخر للساعة الفلانية عندي عمل، فهذا فاسح لنا المجال. تعرف تطبخ استاذ فايز؟ ابدا ابدا، لا تسال اسئلني الي. هو يريد يعرف، يعرف يطبخ؟ حقيقه انا كل شيء ما اعرف. ما داخل المطبخ؟ ما داخل مطبخ، فقط اعرف اكل. بس يعني دكتورة عذراء مو فقط هي يعني مثل ما تكلمتوا عليها مهنيه، ولكن امراه ربت بيت بامتياز، اضافه الى شيء ثاني. هنيئا لك. ما حد يعرفه. تملك صفتين، صفة القلب الرقيق الرقيق اللي ما موجود عند إنسانه، والعينين الدمعاويتين دائما، ولذلك كثير من المشاكل تأتيها عن طريق الفيس، ناس يعرفونها تقدم خدمة يعني للمواطنين بدون مقابل، فلذلك يكتبوا لها. إذن أصبح المواقع التواصل الاجتماعي مشكلة، يعني أحيانا تكون نقمة مو نعمة. لا بالعكس، أنا الفيس حقيقة يعني سويت صفحات الفيس فقط أنه لتقديم مساعدة للآخرين وللتواصل مع الآخرين. نعم بالتوفيق. سأل أيضا قال النشاطات القادمة لدكتورة عذراء، هو قال مجلس النواب. مجلس يعني والله حقيقة هي النشاطات هي يعني دا تجي هي يعني ما عندنا فد شيء أنه لبعيد المدى. مجلس النواب بالوقت الحالي يعني تقريبا مثل التحجيم لوضعه، الناحية المادية تأثر علينا كثير، لكن احنا مستمرين يعني حقيقة بدعمنا. حاليا سيد رئيس مجلس النواب بأنه تم تكليفي بمتابعة أمور الرواد وأمور تنفيذ القانون المنح، لأنه هذا موضوع الحالة. اي نعم حقيقة. واحنا صارت لنا خطوات جدية وكثيرة بهذا الأمر، فيعني أي موضوع يستجد تكون إلى خطوات وخطة نخليها لمتابعته ولإنهاء. دكتور زيدون سأل هناك خطة مثلا لدعم الرياضة العراقية؟ احنا مستمرين يعني حقيقة بدعم، احنا كمجلس نواب من ما عندنا في الدعم المادي أو لكن طموحنا أملنا بأنه تكون هنالك تشريعات قوانين جديدة. نعم. وأنا سوينا يعني مؤتمرات انطيناهم، طرحنا للوزارة الشباب والرياضة وللجنة الشباب، طيناهم عدد يعني يمكن يكفي للفترة الحالية ولهاي الدورة لمقترحات لمشروعات قوانين، وحضرتك أيضا كنت موجود بمؤتمر. نعم. أقيم. صح. إحنا مجلس النواب هو تشريعي ورقابي، الرقابة تقوم بلجنة الرياضة اللي هي تكون مسؤولة، فهذا يعني اللي ممكن. طيب. أسأل إنه أكو وقت الآن تمارسين رياضة؟ والله حقيقة هو يعرف يعني كزوجي من تصير بين أرجع للبيت إذا نص ساعة أو شيء عندي يعني طابق سفلي بالبيت، فنص ساعة أمشي عليها لازم يعني حقيقة. لازم. إذن تمارسين الرياضة منظمة بحياتك بصورة عامة يعني منذ الصغر أم الآن مثلا أو لا؟ لا أنا حقيقة يعني ما يوم أنام بالليل إذا ما أنظم يوم الثاني بالدقائق وبالأوقت يلا أنه أقدر أنام، فأني ما أقدر إذا ما شيء مرتبته ومنظمته، فحياتي كلها الحمد لله يعني أكو منظمة. أكو هدف قريب تريدين تحققي؟ هدفي لا والله يعني مو يعني ما أكو شيء الآن تقولين إن شاء الله أنا عندي هدف ممكن بعد أسبوع أريد أنفذه أو عندي فدي. أكيد أنا خلال رمضان عندي. نعم. هذا عندي هسه مشروع دنسويه أنه خلال من بكرة راح نبدي توزيع دنسوي ماكينات خياطة صناعية. نعم. اليوم يعني وصلتني إلى البيت،
اشتريناها الحمد لله، راح نوزعها على النساء الأرامل اللي عرفن خياطة وما عندهن معيل. صار اتفاق ويا عدد من أصحاب منظمات اللي عندهم يعرفون هاي النساء واتصلنا بيهم. باكر راح نتوجه إلى مدينة الصدر نوزع عدد من عدهن، وتباعا عندي بعد بالدورة وبالمعالف أيضا. هذا الجزء الثاني بالرمضان، الجزء الأول وزعنا سلات غذائية وما زلنا مستمرين، وأيضا عندنا مع دور الأيتام وغيرها، وعندنا مشاريع أيضا مع الرياضيين نسوي أنه حملات. أكو عندنا حملة ويا عدد من الأندية فرق السيارات للسيارات بأنه تبرعات، وناخذ التبرعات نروح إلى جيشنا والحشد الشعبي إن شاء الله مساندتهم. قلنا لك اكو هدف، تقول لي لا كل هذا. عموما راح نسمع شويه من الاستاذ محمد ايضا معزوفه هو يختارها تشنف بها اذاننا على الاقل شويه. تفضل. يعني أغنية أحسن من عزف، أفضل من عزف. شكرا جزيلا لك. راح نطلع أيضا نشاهد مادة صورية، ناس يتحدثون عن الدكتورة عذراء، وبعدها نرجع لك دكتورة. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع هذه الفقرة. دكتورة عذراء والرياضيات الأخريات، أعتقد أن كل واحدة منهن كان لها دور يعني معين. ربما المرأة العراقية عموما في الرياضة ظلمت يعني شأنها شأن الرياضية العربية، إلا أن الدكتورة عذراء وزميلاتها نوجه لهن التحية للجرأة في اقتحام الميدان أولا، وللاستمرارية، وهذه الاستمرارية في العطاء سواء بغض النظر عن الموقع، يعني سواء كان في الميدان كلاعبة أو كمدربة أو كإدارية، المهم هو هذا العطاء الذي لا ينظر. الدكتورة عذراء عبد الأمير من الشخصيات المرموقة التي تهمها قضايا الوسط الرياضي، ودائما ما نراها تشارك بأفراحهم وأحزانهم وفي القضايا التي تهم الرياضة العراقية بشكل عام، وخصوصا في الفترة الأخيرة أنا تابعتها أنها محبة للرواد الرياضة العراقية الذين قدموا خدمات جليلة. عذراء عبد الأمير متواجدة في كل نشاط وفي كل محفل سواء كان رياضيا أو سياسيا، هي تبذل أقصى الجهود من أجل تقديم شيء للرياضة العراقية ومن أجل تقديم شيء للرواد خصوصا. يعني أنا أتذكر أنه آخر نشاط لهذه الإنسانة الطيبة هو شراء عدد من مكائن الخياطة وتوزيعها بشكل عادل على الأرامل وعلى المحتاجات للعمل من أجل إنقاذ عوائل بكاملها. عذراء عبد الأمير حتى مع المتوفين لها موقف، وهذا ندل على شيء، إنما يدل على أن توجهها هو سيكون لله وحده وقبل أن تريد الحصول على أي مكسب آخر. أنا أتذكر جيدا أنها ذهبت إلى قبر المرحوم الرياضي جبار رشق وقامت ببنائه بحضور أشخاص معدودين جدا، وقدمت لهذا الرياضي الذي نساه الكثير، قدمت لمحة وفاء جميلة جدا. إذن مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا مجموعة من الأساتذة اللي تحدثوا عن الدكتورة عذراء، أوجه تحياتي للجميع سواء من سأل أو من تحدث عن الدكتورة. دكتورة، وأنت تشاهدين وتسمعين هذا الكلام عن شخصك، رد لهؤلاء.
حقيقة بالبداية كل شكري للأساتذة اللي يتكلموا. هاي عينة يعني كثير أكو، لكن احنا اختارينا عينة حقيقة. يعني الحقيقة من أشاهد هذا الشيء أقول خلاص بعد ما أريد شيء، يعني الحمد لله والشكر. الإنسان يعني ما يحتاج شيء، أنه تبقى له الذكرى. أهم شيء أنه الذكرى الطيبة عن الشخص الإنسان. الإنسان هو موقف، يعني إذا إحنا بهاي المرحلة إذا الواحد ما يخلي لنفسه موقف، ما يكون إلى فد شيء مشرف بالوسط اللي هو بيه، اتصور انه تكون حياته هامشيه، يعني ما يذكر فيما بعد. خلينا نتحدث عن الرواد، قانون الرواد والابطال، قانون المنح. كان لك دور كبير بدايه الامر وبعدها شرع هذا القانون، لكن القانون شاب الكثير من الثغرات والكثير حاول التعديل على بعض الفقرات. نتحدث عن موضوع الرواد والأبطال اللي ما زلتي حقيقة متواصلة معهم. الحقيقة هو يعني هو قانون واحد، يعني احنا نريد خلي احنا نتمنى واملنا بانه هذا القانون ياخذ مجراه وانه يطبق حسب ما هو موجود قبل انه تصير تعديلات عليه. حقيقة التعديلات تاخذ مدى طويل. هذا هو القانون الوحيد اللي انتفض حق للرياضيين، لكن شفنا بانه فقراته ما تم تنفيذها، غير مسبوق حتى في الدول العربية والعالمية، غير مسبوق حقيقة. اني كان املي، تكلمت ايضا في قنوات اخرى بانه كان مو هذا الشيء، كان قانون تقاعد للرياضيين. حقيقة يعني هذا هو ما قايليها يعني مسبقا، أنا حتى دولة الإمارات طلبت مني هذا القانون لأنه ما عندهم هذا الشيء حتى في الدول العربية أو الدول المجاورة كقانون تقاعد، لكن حقيقة رفضت. قلت لهم أنه من يطبق في بلدي أنطيكم نسخة من عنده ممكن أنه تاخذوا وأنه يعني تتكرر. هو كان على غير شاكلة، لا غير بداية شكل الأمر. هو كترتيب حاليا هو نفس الترتيب الموجود، لكن هو كان صندوق تقاعدي للرياضيين. أنا اجتني الفكرة حقيقة من لاحظنا بعض من الرياضيين، كان اتصال بأنه أحد الرياضيين الرواد اللي كان سابقا من الأبطال بكرة القدم، حقيقة خانتني الذاكرة بس هذا قبل أكثر من 6 سنوات، بأنه حاليا دكتورة يسكن في واحدة من الخيم وحالة يرثى لها. فتخيلت نفسي بأنه أنا أيضا كنت بطلة ورياضية فيما بعد لو تصير بي الأمور هيك يصير وضعي، طيب ليش ما تكون إلى حقوق هذا الرياضي اللي وصل لهيك عمر وهيك مرحلة أنه يكون إلى راتب على الأقل، هاي خدمة أداها للبلد. فعملنا على صندوق تقاعد، أنا كان بالبداية كتقاعد للرياضيين، بس وجدنا أكو صعوبات. تكلمت في وقتها كان وزير الشباب جاسم محمد جعفر، قال بأنه إحنا أصلاً كان في وقتها حتى قانون وزارة الشباب ما مشرع ما موجود، فقال إحنا أصلاً الموظفين اللي عندي آني هم مو على الملاك، فأني كيف أنطي تقاعد إذا ما يكونون هم على ملاك الوزارة حتى أنطيهم تقاعد. توجهت قلت ممكن أنه نخليهم على وزارة العمل أنه حتى نعطيهم تقاعد. رحت إلى وزارة العمل، شفت هم رواتبهم يرثى له، يعني مو ذاك الشيء اللي يفيد وراح يسوي لهم. فبحثت يعني المنظمات أو الوزارات الأخرى، لقيت أنه نقابة المحامين عندهم بالنقابة أكو صندوق تقاعدي للمحامين، فعلى شاكلتها ممكن تكون في مؤسسة أهلية، فخلينا أنه باللجنة الأولمبية لأنه مؤسسة أهلية يكون صندوق تقاعدي للرياضيين مدعوم من الحكومة وتستثمر أمواله. ولكن ما كان بهذا الشكل، كنا خالي بأنه أخذنا متوسط العمر الرياضي، هذا خطأ حاليا من الأخطاء اللي وقعوا به. العمر التقاعد للرياضيين خلوه 50 سنة، هو مو موظف اعتيادي، الموظف العادي عمره 18 سنة راح يتعين، فالخدمة اللي بعدها يحسبون التقاعد. من الأمور شخصناها وجلسنا وطالبنا بالتعديل، لكن المقتنعين انه تعديل صعب، يعني ايضا يحتاج لمدة طويلة. ما يخالف مدة طويلة، بس انا خلي ابدي
خلي أبدي بالتعديلات، أني خلي أسوي التعديلات وأوصلها إلى مجلس النواب، خلي يأخذ مجراء. هي صح يأخذ مدة طويلة كإجراءات، لكن أنا مو لحد الآن ما مسويها. كثير من يعني الرياضيين اللي ما يشملهم القرار الآن استلموا حسب هذا القانون، وآخرين يشملهم القانون ما مستلمين لحد اللحظة. هذا الأمر أثار جدل كثير، والآن المشاكل كلها بسبب هذا الأمر. حقيقة هاي واحدة من الأخطاء اللي وقعت بها وزارة الشباب بتنفيذ القانون. كان لازم تكون هنالك ضوابط. يمكن التفسير اختلط عند البعض في بعض الفقرات. التفسير تفسير المادة واحدة هي اللي اختلف، اللي هو للرواد فقط. الأبطال ما يشوب شائبة، لأنه واضح وصريح اللي عنده من الأول إلى السادس عالمي والغيرها لازم يجيب، لكن الرواد حقيقة أنا تكلمت به مسبقا أيضا، لكن أيضا أنه الوزارة بدأت ترد علينا، لكن إحنا مع الحق، إحنا نريد نحق حق هذا رائد رياضي بطل أدى ما عليه، عمره كله فناء إلى الرياضة، فحقه بأنه يأخذ حقه. بأنه هذا إحنا مدى نأخذ من وزارة من الوزارات، وإنما هاي الدولة خصصت لهذا المبلغ ويعطى من الحكومة، هذا مبلغ خاص إلى الرواد. الرواد هو القانون يقول الرائد هو من خدم الرياضة العراقية بالمنتخب الوطني عمره 50 سنة، فما يحتاج أنه وزارة الشباب تخلي واحدة من الضوابط بأنه تريد من عندهم أمر إيفاد أو مشاركة خارجية. يمكن قلت أنا كثير من اللي ما شملهم القانون الآن هم تمتعوا بفوائد هذا القانون، وآخرين يشملهم هذا القانون هذه واحدة من الأخطاء دكتور، بأنه ما كانت أكو ضوابط للتزوير. أصبح يعني شفنا أكو تزوير كثير من الاتحادات، المفروض تتخلى لها ضوابط وممكن تتعدل بالوقت الحاضر. هي مو قانون ويحتاج وقت للتعديل، هذه من قبل التعليمات. أكو مساعي الآن المفروض إن شاء الله أكو مساعي. يعني المشكلة الوقت مضى سريعا حقيقة، والمخرج دا يبلغني أنه باقي دقيقتين وأريد أسمع معزوفة. إذن أنا راح حقيقة أسئلة عندي كثيرة، لكنه راح نسمع آخر معزوفة أستاذ محمد، شاكرين لك طبعا، حتى نختم البرنامج بعدها. تفضل. بالختام حقيقة شكر جزيل لك أستاذ محمد، كنت ضيف عزيز علينا، وأشكر أيضا دكتورة عذراء لأنه قدمت لك هذه الدعوة. شكرا جزيلا. هواي أشكر الدكتورة على هذه الدعوة الجميلة، وتشرفت يعني إن شاء الله لقاءاتنا بيك تتكرر. أشكرك. أيضا شكر جزيل إلى الدكتورة هدى إبراهيم لحضورك مع الدكتورة عذراء. شكرا، اشكر دكتور عذراء واشكرك واشكر الفضائيه على اتاحتها هذا اللقاء لنا، واتمنى لها كل الموفقين. شرفنا بحضورك. شرفنا. شكرا جزيلا ايضا للاستاذ فائز لحضوره مع الدكتوره عذراء. انا اشكر قناه المدى على هذا البرنامج، واني فخور جدا ان تكون زوجتي دكتوره عذراء، وان شاء الله ابقى وياها ومساعد لها الى اخر نفس. شكرا جزيلا لك دكتوره عذراء، شكري الجزيل لك. 30 ثانيه كلمه توجهها الى من تشائين.
بداية أنا أوجه شكري إلى دكتورتي الرائعة الغالية اللي جت معايا اليوم، وإلى الأستاذ أعز من الأصدقاء العزيزين علي، وأقول له كل عام وأنت بألف خير، إن شاء الله العمر الطويل إليك، ويا ربي إن شاء الله العمر الطويل إلى زوجي، وأشكره على كل مواقف اللي وقفها وياي. أتمنى يا ربي ينصر جيشنا والحشد وال اللهم يا ربي اللهم يا رب إن شاء الله هذا آخر رمضان يعودون كل أبناء قواتنا المسلحة إلى بيوتهم، ترجع العوائل المهجرة إلى بيوتها، يرجعون الشعب اللي هاجروا من العراق يرجعون لبلدهم ويحتضنهم، وإن شاء الله نقولهم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتورة، كنت ضيفة عزيزة على برنامج تايم أوت في حلقته التاسعة. شكرا للضيوف الكرام أيضا الشكر موصول لكل من شاهدنا وتابعنا في حلقة هذا اليوم. ملتقانا وإياكم يوم الغد مع ضيف جديد وحلقة جديدة في نفس التوقيت، حتى ذلك الحين نلقاكم على خير.